الو، الو، السلام عليكم. عليكم ريهام، السلام. اهلا بيك. عليكم السلام ورحمة الله. عندي سؤالين. اول حاجة، ايه الفرق، او امتى اعرف ان الحلم اللي انا حلمته ده رؤية او حلم، يعني حاجة من عند ربنا او ارشاد لشيء، او انه ده مجرد اضغاث احلام وعقل باطن؟ يعني دي حاجة. السؤال التاني، فكرة ان يبقى في اتنين مثلا، يعني في مشكلة ما بينهم او تشاجر او كده، واحنا دلوقتي يعني داخلين على يوم عرفة والايام اللي هي وعيد وكده، هل فعلا انه لو يعني لو المشكلة فعلا صعبة ما بينهم، فعلا لا يقبل مقاطعين صيام بعض يعني؟ هل لا يقبل صيام اتنين ولا ايه، صلاة؟ صلة رحم بينهم؟ صلة رحم؟ قاطعين وسبب بعض ضروري. ومتخانقين مع بعض، ايه السبب يعني؟ هما في بينهم مشاكل من زمان، ومؤخرا حصل مشكلة ما بين هما، يعني ما بين الاثنين حد فيهم ظلم التاني. فهل دلوقتي الشخص اللي اتظلم ده هو شايف ان الافضل ان هو يبعد ويتجنب ويبقى مع نفسه؟ هل ده عليه اسم؟ هو بيحمي نفسه، الطرف التاني بيأذيه، قرر ان هو خلاص يعني خليني مع نفسي، لان انا لما بتواصل معاهم بيستغلوني. هو الشخص يعني بيقول ان هو لما بتواصل معاهم بيستغلوه، فشايف ان الافضل ان هو يقطع، يعني يبعد. ده الاريح ليه والاريح لنفسيته واعصابه، لانه ادى كتير وما كانش فيه اي مقابل، يعني او اي حتى ما فيش اذى، لا هو كان فيه اذى. طيب حاضر، شكرا ليكي. الفرق بين الحلم والرؤية. بص يا فندم، سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم قال هو اسمه الحلم، الحلم من الشيطان والرؤية من الله. العلماء اتكلموا في موضوع امتى اعرف ان هو شيطان وامتى اعرف ان هو من الرحمن. قال لك الامور التي لا يقبلها العقل او المخالفه والمتصادمه مع اصول الحياه واصول الدين، يعني يامرك بشيء محرم، يحضك على شيء غلط، حاجة العقل لا يصدقها، يبقى ده اسمه أضغاث أحلام. وإن كان الرؤية ليس لها قاعدة، لأن ده علاقة بين العبد وربه، حدش يعرف. وذلك ال 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 كلمة يا فندم يقول لك ده اسمه مفسر إيه؟ مفسر إيه؟ يعني مش عارف، مفسر أحلام؟ أو دي مفسرة أحلام؟ أو كتاب تفسير الإيه؟ الأحلام. ده غلط، مفيش حاجة اسمها تفسير ولا حاجة اسمها أحلام. الاحلام دي من الشيطان، ما ده كلام ادغاص واحلام، ملاش يعني كلام ملوش اي قيمه ولا لازمه. القران ما قالش تفسير ابدا، جاب ثلاث حاجات القران في موضوع الرؤيه بقى مش الاحلام. قال ايه؟ تاويل رؤياي، وقال افتوني في رؤياي، وقال ان كنتم للرؤيا تعبرون. يعني ايه اسمه تعبرون؟ تعبير، يعني تعرفوا تعبروا عن محتواها او الله يفتح عليك. فحواها. يبقى القران قال تعبرون، تأويل أفتوني، يبقى الرؤية فتوى، الرؤية تأويل، الرؤية تعبير، مفيش حاجة اسمها تفسير. وما فيش حاجة اسمها بالمناسبة مفسر أحلام أو مفسرة أحلام، ما تضحكوش على الناس. وكتاب تفسير الأحلام لمحمد بن سيرين ده كلام مدسوس عليه ومكذوب بعد ما بحثت. وما فيش حاجة، واحد شاف دراعه بيوجعه يبقى أمه هتموت، راسه بتوجعه يبقى مراته هتبقى حامل. كلام ما أنزل الله به من سلطان. الرؤية لها قواعد، وده علاقة كده يعني بيبقى زي إلهام وخواطر قد تصادف الواقع وقد لا تصادف الواقع. فلا ينبني على رؤية، فلا تنبني قاعدة على رؤية إلا مع الأنبياء والمرسلين وفقط.